السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة لطلاب الصف الرابع الابتدائي الدرس الثالث اللي بيتكلم عن ايه يا جوري؟ قواعد أخلاقيات استخدام وسائل ايه؟ طيب ينفع احنا نركب اي اوتوبيس او اي قطر او اي طيارة او اي حاجة وسائل نقل ونعمل حاجات وحشة؟ لا. طيب تيجي نعرف اخواتنا النهاردة وحبايبنا النهاردة عن قواعد واخلاقيات استخدام وسائل النقل، يلا بينا. طيب ايه هي القواعد دي؟ القواعد دي اختاروا يوم من كل عام سموه اليوم العالمي لايه؟ اليوم العالمي للايه؟ للمرور. خلاص اليوم ده يوم كام؟ 4 مايو. 4 مايو، يبقى 4 مايو من كل عام هو اليوم العالمي للمرور. تمام؟ اللي في بعض الضباط في الاداره العامه لاداره المرور بتعمل مدينه مروريه متنقله وبيمشوا بيها في كل مكان عشان يعرفوا الطلبة والتلاميذ بقواعد وعلامات المرور. ما تيجي نعرف حبايبنا النهاردة عن قواعد قيادة السيارات، تمام؟ عشان كل اصحابنا واخواتنا يلتزموا بيها وهم راكبين العربية مع بابا وماما، صح كده؟ طيب اول قاعدة ايه يا جودي؟ ها اول قاعدة قواعد يجب ان يلتزم بها السائق، اللي هي اول حاجة بتحرك العربية بتاعتك او تحرك السائق السيارة في مساره المحدد في الطريق. مساره ايه؟ المحدد في الطريق. طيب تمام، ينفع ازود السرعة بتاعتي؟ يبقى عدم تجاوز ايه؟ السرعة المحددة. طب ينفع استخدم التليفون بتاعي او الموبايل بتاعي او اكل اكل وانا سايق العربية؟ طبعا لا. طب ينفع اسيب العلامة مثلا اللي هي علامات المرور حمراء وامشي؟ لا. لا، الاحمر اقف، يبقى لازم ايه؟ اقف. وبعد كده الاصفر استعد، والاخضر امشي على طول. يبقى دي من قواعد قياده السيارات. ها قولي لاصحابك كده القواعد يجب ان يلتزم بها السائق او صاحب العربيه او السواق. اول حاجه تحرك سائق السياره في مسار محدد تمام، واتباع العلامات المرورية، تمام، وعدم استخدام الهاتف المحمول او تناول الطعام والشراب اثناء القيادة، تمام، وعدم تجاوز السرعة المحددة. برافو عليك، يبقى دي قواعد قيادة السيارات. طب تمام. طب وانا ماشي بقى يا جود عاوز اعدي الطريق، في اربع حاجات لازم نعمله، تعرف تقوليهم ايه؟ اول حاجة ايه القواعد التي يجب ان يلتزم بها المشاة عند عبور الطريق؟ انا هاجي اعدي الطريق دلوقتي، اول حاجة انتبه لايه؟ لاشارات لإشارات المرور. من مكان مخصص للمشاة. أي ينفع أمشي كده وخلاص؟ أي مكان أعدي منه؟ لا، مخصص للمشاة. ثلاثة. استخدام كباري للمشاة أو أنفاق إيه؟ العبور، في كوبري أمشي منه أو نفق تحت الأرض أمشي منه. ها أربعة. الرصيف. السير دائما على الرصيف المخصص للمشاة. برافو عليك، يبقى أنتبه لإشارات المرور، أحمر أصفر أخضر. اعبر من مكان مخصص اني همشي منه بتوع المشاه، استخدم كوبري او نفق وامشي على الرصيف، ما امشيش في الطريق، لان ده هيحافظ على ايه؟ هيحافظ على سلامتي. عشان كده يقول لك الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول من قواعد قياده السياره. تمام، يوافق يوم 4 مايو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي. برافو عليك يا جود. تعالي بقى نشوف ونعلم اخواتنا الحلوين بعد ما عرفنا النهارده قواعد قيادة السيارات وقواعد المشاة، تعالي نقول لهم ايه هي علامات المرور. علامات المرور بتنقسم الى علامات كتيرة قوي، علامات ارشادية، ها، وعلامات الزامية، وعلامات اللي هي تحذيرية، خلاص، وعلامات ارضية، وعلامات المنع، تمام، وعلامات ضوئية. طب ما تيجي نعرفهم يا جودي كل العلامات دي. أول حاجة العلامات الأرضية يا جوج، هي عبارة عن خطوط مرسومة في الأرض بتوضح مسار السيارة على الطريق، زي الخط الأصفر اللي انتوا شايفينه ده، المتصل ده اللي بيفصل حركة المرور السيارات في الاتجاهين، خط ايه؟ أصفر. يبقى علامات الأرضية، ها، مالها؟ خطوط مرسومة على الأرض. طيب زي ايه؟ الخط الاصفر المتصل على حركة المرور السيارة في الاتجاهين المتضادين، يفضل حركة المرور السيارة في اتجاهين. طيب لو خطين متصلين لا يسمح بايه؟ بالتخطي
أيوة لا يسمح بالتخطي. يبقى لو عندي خطين خطين زي دول كده، الخطين دول لا يسمح بتخطي السيارات. لكن لو يبقى عرفنا خلاص الخطين المتصلين لا يسمح بالتخطي، خط أصفر متصل يسمح بإيه؟ بالتخطي. طب دي العلامات الأرضية. طب ما تيجي نشوف العلامات الإرشادية إيه يا جودي؟ العلامات الإرشادية ها هي علامة بتوضح معالم الطريق. علامة الطريق للصق زي إيه؟ يعني مثلا دلوقتي الاسعاف بيبقى العلامه اللي قدامكم دي يا جماعه، مطعم الشوكه والسكينه كده والحاجات الحلوه دي، مستشفى الاتش دي، مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى كرسي وعامل كده، محطه وقود عاوز امون بتبقى عامله بنفس الايه الطريقه دي كده. يبقى ده بالنسبه للعلامات الارشاديه، واحنا قلنا العلامات الارضيه. طب العلامات الالزاميه يا جودي بقى، دي بتشير لاتجاه ايه؟ اللي انت لازم تمشي في الاتجاه الالزامي ده، يعني اتجاه اليمين ده بيبقى اجباري، بيبقى العلامه انتوا شايفينها دي قدامكم كده طريق اجباري للمشاة، يبقى لازم تمشي من الطريق ده. طريق اجباري للحيوانات، يبقى الحيوانات تمشي من المكان ده. طريق الاجباري لايه؟ للدرجات، العجل ده يمشي من المكان ده. تمام، ده بالنسبه لايه؟ للعلامات الالزاميه والعلامات الارضيه والعلامات الارشاديه. امال العلامه دي ايه بقى؟ العلامات اللي انت بتشوفها قدامك دي اسمها علامات ايه؟ تحذيريه. دي يعني ايه بقى يا جودي العلامات التحذيريه دي؟ يعني مثلا هي علامات تحذر من مخاطر محتمله. يعني مثلا هنا في منحدر يبقى تخلي بالك منه، خلي بالك في هنا منحدر، هنا منطقه زراعيه يعني فيها مواشي وحيوانات تخلي بالك، وهنا منطقه عمل ممكن حد يطلع منها حاجه تقع، فلازم الزامي وتحذيري في نفس الوقت. طيب علامات المنع هي عباره عن ايه؟ بتشير لايه؟ هي علامه بتشير الى السلوكيات اللي احنا ايه نتجنب اثناء القياده. يعني وانا سايق العربيه وشفت العلامات دي ممنوع تزود سرعه عن 60 كيلو، يبقى ممنوع ما تزودهاش. ممنوع الانتظار هنا نو بارك، خلاص ممنوع تقف هنا، ممنوع تستخدم اله التنبيه، مش كلاكسات بقى كلاكسات بيب بيب بيب، لا ممنوع. في ممكن يكون هنا مستشفى، حد تعبان، ممنوع هنا منطقه عمل، منطقه دراسه. طيب العلامات التانية دي قول لاصحابك، يلا العلامات الضوئيه دي ها ان هي بتنقسم الى علامات زي علامات ضوئيه دائريه للتنظيم وحركه المرور للسياره مثل زي طيب نقولهم بقى الاصفر الاحمر والاخضر. الاصفر السياره تستعد للوقوف، ها الاحمر السياره تقف يمكن تمشي لا يبقى تقف عشان ما يعملش حوادث. طيب الاخضر السياره تسير يعني خلاص. امال بقى تنظيم عبور المشاة، الأخضر عبور المشاة، الأحمر توقف المشاة وعدم عبور المشاة. ما ينفعش بقى يمشي، طالما أخضر امشي، أحمر أقف، لأن غلط اللي أنت تعبر الطريق بالطريقة دي، تمام؟ سهلة؟ طيب تيجي بقى نعلمهم إيه تاني؟ اللي هي عندنا يبقى إحنا عرفنا العلامات، عرفنا العلامات دي كلها أهي، خلاص؟ وعرفنا كل حاجة في العلامات، العلامات الأرضية أهيت والعلامات الضوئية أهيت. تمام؟ أنا بجيب لكم الملخصين بحيث اللي معاه ده وده، العلامات الضوئية زي ما أنتم شايفينها أهو يا جماعة، وعلامات التحذيرية زي ما إحنا قلنا، وهنا العلامات المدلولات كلها أهي، دي منطقة وقود وهنا ممكن نعملها، الشوكة والسكينة دي إيه؟ الشوكة والسكينة دي إيه؟ ها؟ اللي فيه هنا إيه؟ اللي فيه هنا؟ ها؟ ناخد واحد يوجد مطعم يوجد مطعم، ماشي. طيب العلامة رقم اتنين في إيه؟ في محطة وقود. محطة وقود. الـ 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 العلامة رقم ثلاثة اللي هو الهلال ده، إن هو عندنا مستشفى. مستشفى اللي هو إسعاف. تمام، هو مركز إسعاف. طيب هنا العلامة اللي فيها عدم ممنوع الانتظار. أيوه يعني ما تقفش لأن غير مسموح في المكان ده. طب هنا رقم خمسة. ها؟ دي بتبقى إيه؟ اللي هو ها؟ خمسة دي نختار ايه؟ نختار ايه؟ يوجد موقف للسيارات. اي موقف للسيارات رقم باء، برافو. رقم ستة. ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي احتياجات ايه؟ الخاص اللي هو ياء دي. طب رقم سبعة. رقم سبعة. غير مصلح لعبور المشاة. لا اللي هي دي الغير مصرحة اللي هو رقم 8. رقم 7 بقى اللي هي
ها عبور المشاة أكيد. عبور المشاة خلاص، يبقى هنا المشاة. طب رقم 9 ممنوع. ممنوع استعمال آلة التنبيه. ورقم 10 في منطقة عمل. في منطقة ايه؟ عمل. كانت هنا اهو اهي رقم واو. يبقى احنا عرفنا منطقة الوقود اللي هو رقم 2، موقف للسيارات اللي هو رقم 5، مطعم في هذه المنطقة لمن يرغب في تناول وجبة الطعام اللي هو الغذاء رقم 1، غير مصرح بعبور المشاة في هذا الطريق. خلي بالك ده معناه اللي هو ما ينفعش تمشي من المكان ده اللي هو زي رقم 7. ويوجد مركز اسعاف اللي هو رقم 3، احذر منطقة عمل رقم 10، ممنوع الانتظار نوبار اللي هو رقم 4، ممنوع استعمال آلة التنبيه اللي هو رقم 9، ممنوع الوقوف نهائيا لجميع المركبات اللي هي رقم 4، هذا جزء من الطريق المخصص لفرد ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو رقم عندنا 6. ده بالنسبة للجزء اللي احنا قلناه من شوية. تعال بقى نشوف مع بعض اللي هي احنا قلنا القواعد، وقلنا قواعد السيارات، وقلنا العلامات الأرضية، وخدنا ازاي نعرف العلامات دي كلها. تعال بقى نشوف جهود الدولة. ايه هي جهود الدولة لتنظيم حركة المرور؟ الدولة بتعمل اول حاجة بتصدر ايه؟ قانون المرور، وبتعمل كاميرات على الطريق، وبتحط دايما ملصقات الكترونية على كل سيارة عشان تعرف هي ملتزمة بالمرور ولا لا، وتبقى عارفة اللي هي الكثافة بتاعها والاماكن المرورية والتعامل معها. ده بالنسبة زي ما انتم شايفين كده قطاع الشرطة المخصص، هتلاقي دايما والحاجات دي كلها موجودة في الطرق. طب الاداب بقى والسلوكيات ايه؟ يجب على الركاب تلتزم بيها. اول حاجة ها عدم استخدام المقاعد المخصصة لكبار السن او المرض او المرضى او النساء ايه؟ او النساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. ده مكان بيبقى بص شنو في العربية مخصص ليهم. عدم جلوس الاطفال في المقاعد ايه؟ ايوه ممكن يطلع جسمه ويطلع ايده غلط. عدم الكتابه على وسائل النقل، ينفع اجيب القلم واقعد اكتب على الكراسي؟ لا. عدم القاء الحجاره على الاطارات، اسيب القطر ماشي واقعد الق فيه؟ لا. طيب اول ما نشوف صاله اسعاف نبعد ونوسع الطريق ونلتزم. عشان كده نتائج الالتزام بقواعد المرور بتحافظ على ايه؟ على ارواحنا، بتحافظ على اللي ما بقاش فيه حوادث كتير، كل ده بيبقى حاجات حلوه لينا ونحافظ على حياتنا. يبقى ده من اسباب عدم القاء الحجاره على القطارات اللي هو ما يسببش اضرار للقطر والركاب، وتشوف اي عربيه اسعاف اوسع الطريق على طول. ده بالنسبه لمنهج رابعه ابتدائي، الدرس اللي بيتكلم عن حاجات جميله جدا اللي هي قواعد اخلاقيه استخدام وسائل ايه؟ وسائل النقل. سهل الدرس؟ تقولي بقى لاصحابك الحلوين ايه بعد الدرس ده؟ ذاكر عشان خلاص بدات الامتحانات هتيجي، فذاكر عشان اول ما تيجي الامتحانات تعرف تحلها. ايوه ونحافظ على سلامتنا ونسمع كلام قواعد المرور. يلا سلام.